بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت سنة 2024، الله يجعلها سنة خير وبركة على الجميع. ومن المتوقع أنه أبل هذه السنة تعلن عن أكثر من 12 جهاز. ففي هذا الفيديو راح أستعرض بشكل سريع الأجهزة اللي راح تعلن عنها أبل في سنة 2024. أول جهاز واللي هو منتج جديد ما قد شفناه اللي هو نظارة أبل أو الأبل فيجن برو. طبعا هي نظارة بإمكانك أنت تلبسها، هي عبارة عن كمبيوتر مدموج في نظارة. ببساطة بإمكانك أنك أنت تعزل نفسك عن الواقع المحيط فيك، أو بإمكانك أيضا تستخدمها وتشوف المحيط اللي أنت جالس فيه. أتوقع أنها تنفع في الطيارة، ما أتوقع أنها راح نشوفها منتشرة مثلا نروح الكافيات ونلقاها، لأنه سعرها عالي تقريبا حدود 13,000 ريال. لكن من المتوقع أنه أبل تعلن عنها في نهاية شهر يناير، يعني خلال أسبوعين إلى ثلاثة. الجهاز الثاني هو الإيربودز العادية. فمن المتوقع أنه أبل تنزل موديلين منها. الموديل الأول راح يكون إيربودز عادية لكن مع خاصية عزل الضوضاء، والثانية راح تكون رخيصة وبدون ميزة العزل. طبعا راح يضيفون عليها تحسينات مثل أنها دعم اليو اس بي سي. أتوقع أنه أبل راح تحاول تخلص من اللايتنينج خلال هذه السنة، ويوفرون فيها ميزة العثور على السماعات. ايضا ابل من المتوقع انها تعلن عن الايربودز ماكس اللي ما حدثتها من عام 2020، راح يحدثون المعالج، وايضا راح تدعم ايضا اليو اس بي سي بدل منفذ اللايتنينج. نجي للايبادات، لانه سنه 2023 كانت سنه غريبه، ما اعلنت فيها ابل عن اي ايباد، وهذه اول سنه ما تعلن فيها ابل عن اي ايباد جديد من اعلنوا عن الايباد او من اطلقت ابل الايباد سنه 2010. فمن المتوقع انهم ينزلون الايباد برو اللي راح يجي مع معالج الام 3، راح يدعم الماج سيف تشارجنج او الشحن اللاسلكي عن طريق الماج سيف. ايضا من المتوقع انه ابل تحدث الايباد اير، راح يكون في تحديث المعالج والواي فاي والبلوتوث، ما راح يكون في اي تغيير في التصميم. لكن ايضا من المتوقع انه ابل تحدث الكيبورد او الماجيك كيبورد، فمن المحتمل انه يكون فيها تغيير في التصميم. نجي للآيباد ميني، طبعا ما راح يكون في أي تغيير في التصميم، فقط تحديث المعالج، تحديث الواي فاي، وتحديث للبلوتوث. أتوقع أن الآيباد ميني يكون مناسب أنه يدعم الوايرلس تشارجينج، لكن أتوقع أنه أبل راح تخلي هذه الميزة فقط في البرو، وطبعا لأنه الآيباد ميني ما تركب عليه كيبورد، وراح يكون أرخص آيباد متوفر من أبل، مناسب للناس اللي يحبون الحجم هذا. لما أنا بدي أجرب الآيباد ميني من زمان ما اشتريته، فيمكن السنة هذه أشتري. نجي لأجهزة الكمبيوتر، فمن المحتمل أو من المتوقع أنه أبل تحدث أجهزة الماك بوك إير 13 إنش وال 15 إنش، ويحدثونها بمعالج الام 3 اللي شفناه مع أجهزة الماك بوك برو في نهاية سنة 2023. وطبعا ميزة الماك بوك إير عن الماك بوك برو أنه يجي بدون مراوح، وبالتالي فيشتغل بكل هدوء. أيضا راح تحدث أبل الماك ستوديو، فراح تعلن عنه بمعالجات الام 3 برو والام 3 ماكس والام 3 ألترا. وأنا مستغرب أنهم ما حدثوا حتى الآن، لكن ما حدثوا فقط لأجهزة الماك بوك برو المحمولة. وأيضا من المتوقع ويعني أحسن احتمال ضعيف أنه أبل تحدث جهاز الماك برو. جهاز الماك برو هو الجهاز الكبير اللي راح يجي مع معالج الام 3 ألترا، وطبعا الميزة اللي تميزه عن الماك ستوديو أنك تقدر تضيف له كروت، مثلا كروت شاشة اللي تكون متوافقة مع معالجات أبل. للأمانة أنا ما أحس أنه هذا الجهاز يمكن يناسب 1% أو أقل من 1% من المستخدمين، لكن احتمال انه ابل تحدث السنه هذه. في شهر 9 ميلادي ان شاء الله شهر سبتمبر راح تحدث ابل الايفونات. فالايفون 16 العادي راح يكون في تغيير تصميم من ناحيه ترتيب الكاميرات، فالكاميرات راح تكون بالشكل هذا اللي موجود على اليسار مقارنه بالاصدارات السابقه. ايضا راح يكون زر الاكشن بوتن او زر التحكم موجود في كل الأجهزة، ما هو حصل على البرو. البرو راح يكون فيه زر إضافي ممكن يدعم التصوير ثلاثي الأبعاد واللي تقدر تشوفه على نظارات أبل. وأيضا طبعا راح يحدثون المعالج، راح يكون معالج الـ A18. ومن المتوقع أنه السنة هذه حتحدث أبل المعالجات كلها، يعني تكون الـ A18، لكن يمكن البرو يكون أسرع. وأيضا راح يتحدث أبل الكاميرات بحيث أنها تكون كلها 48 ميجا بكسل. نجي للساعة أبل الألترا، فمتوقع أنها تنزل باللون هذا، كنا متوقعين السنة اللي راحت، احتمال أنهم يحدثونه باللون الفضي الغامق، لكن متوقع وإن شاء الله أنه يضيفوا له أخصائص صحية مثل قياس السكر، إن شاء الله أنه نشوفه قريبا. التغيير الكبير في الساعات راح يكون على الساعة العادية، فالمتوقع أنه يكون فيها تغيير في التصميم بحيث أنهم يغيرون طريقة تركيب السوارات، يكون السوارات تتركب بطريقة جديدة،
وبالتالي احتمال انه سمك الساعه يقل. فهذه هي الاجهزه المتوقعه ان نشوفها من ابل خلال سنه 2024. انا متحمس للفيجن برو، نظاره ابل سعرها غالي، احتمال اني اشتريها فقط للتجربه، مع اني ما انصح اي احد يشتريها لانه دائما الاصدار الاول من اي جهاز يكون سيء. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم، يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.